شكرا جزيلا لحضرتك. وبنروح مع حضراتكم برضو لحاجة تانية متعلقة بشكل الدولة في الفترة دي، وخلينا نشوف البرلمان يطالب الرئيس ب 2000 جنيه حد أدنى للأجور وبعلاوة 15%. خلينا ناخد تفاصيل أكتر بخصوص النقطة دي. معنا سيادة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. سيادة النائب صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. سيادة النائب، خليني أخذ من حضرتك تفاصيل أكتر بخصوص ال 2000 جنيه والعلاوة ال 15% يا فندم. طب خليني بس قبل ما أقول أرد على حضرتك إن أنا بشكر الشعب المصري اللي نزل 3 أيام اللي فاتوا عشان يقول لمصر نعم، وللرئيس عبد الفتاح السيسي نعم في ملحمة غير مسبوقة. وأيضا الشكر موصول لكل عمال مصر الذين احتشدوا أمام صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاهد على هذا الدليل هو عمال المحلة والمنظومة التي خرجت من المحلة وفي جميع أرجاء المعمورة من عمال مصر ليقولوا نعم لمصر ونعم للاستقرار ونعم لولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. أما ما ذهبت إليه سيادتك فخلينا نتكلم إن إحنا فبنطالب بحاجتين. الحاجة الأولانية تعلمين أن قانون رقم 12 لسنة 2003 هناك مادة بتنشئ في موجود حاجة اسمها المجلس القومي للأجور. والمجلس القومي للأجور هو منوط به تحديد الحد الأدنى للأجور وأيضا تحديد الحد الأدنى للعلاوات على ضوء المتغيرات في الأسعار والتضخم وما إلى ذلك. ونظرا لأن بأن مدة طويلة كان الحد الأدنى ما زال 2200 جنيه ولم ينعقد هذا المجلس منذ مدة طويلة، وبالتالي لم تتغير الحد الأدنى للأجور أو العلاوات على ضوء هذا المجلس الذي كان يجب عليه أن ينعقد منذ 10-15 سنة ولم يصدر قرارا منذ إنشائه حتى الآن. وبالتالي وفي ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي فإحنا بنطالب بسرعة عقد المجلس القومي للأجور، بنطالب وزيرة التخطيط أن تعقد اجتماعا سريعا لبحث هذا الأمر، وخاصة أن هناك تطور في موازنة الدولة التي سوف تعرض هذا الأسبوع على مجلس النواب من تطور في الاقتصاد المصري، وبالتالي لابد أن تعود. هي الموازنة اتطورت إزاي يا فندم؟ يعني زادت، يعني حصل فيها زيادة والتضخم قل وحصل فيها تطور كويس. يعني في هذه الميزانية أن الناتج القومي زاد والأمور زادت وأصبح فيه تطوير جيد في الميزانيه يعني القادمه. يعني هتكون ازيد بقد ايه يعني يا فندم عن الموازنه؟ هو انا بس عشان ما عنديش ارقام، احنا بكره هنسلمها في مجلس النواب كنواب ونقدر نقول بزادت كام، ولكن هو في مضمونها ان المؤشرات الموازنه العمل الدوله زادت بشكل كويس وان التطور الاقتصادي حصل كويس. وبالتالي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع لقاءاته بيقول عندما يحدث تطور في الاقتصاد القومي لابد ان يجد الشعب استمرار هذا الامر، وبالتالي احنا بنفكر وبنقول لابد ان يعقد اجتماع سريع للمجلس القومي للاجور. تمام. لتحديد مدى امكانيه زياده الحد الادنى للاجر بما لا يقل على ال 2000 جنيه وان يكون هناك زياده، وايضا زياده المعاشات لابد ان يتطور، لابد ان نضع في الحسبان في الفتره القادمه اعتبارا من 1/7. كل ده بنناقشه. هي هذه حاطين تصور يا فندم لرقم اقل من ال 2000 جنيه في حاله عدم الاتاحه للوصول للمبلغ ده من شكل الموازنه؟ طبعا اللي لسه حضراتكم ما عندكمش ارقام. طبعا طبعا احنا عندنا تصور، احنا دلوقتي 1200، احنا بنقول ده اللي يجب ان يكون، ولكن اذا هناك حصل تفاوض وبقى اقل كده ما عندناش مشكله، احنا لابد ان نحرك المياه الراكده. هو الهدف الزياده بالشكل المتاح يعني. بالشكل المتاح والذي يتاح طبقا لامكانيات الدوله، ما احنا برضه مش عايزين نقول للدولة عايزين وعايزين وعايزين والامكانيات مش موجودة. ولكن ده بيخضع للدراسات زي ما قلت لحضرتك من خلال المجلس القومي للأجور. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، موفقين يا رب. سيادة النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. طيب، هو سيادة النائب قال لنا الموازنة بقت للأفضل فبالتالي لازم الأجور تكون للأفضل. ده هيتوقف على حجم الأفضلية شكلها إيه اللي موجودة في الموازنة. يعني الموازنة لو زادت مثلا جنيه يبقى المفروض الأجور هتزيد كذا، الموازنة زادت كذا الأجور تزيد كذا، فهم حاطين نسبة وتناسب كده، حاطين سقف الطموح بتاع الموضوع إنه يكون 2000 جنيه لكن ممكن يكون أقل في حالة إن الموازنة لن تسمح، لأنه في النهاية أنت مش هتقدر تضغط على موازنة الدولة بالشكل اللي يؤدي إلى خلل كبير. هي في الآخر متقسمة، جاية بشكل معين ومتقسمة بشكل معين، نقدر نضغط هنا شوية وهنا شوية لكن في الآخر مش هنعمل عجز أو هنعمل مشكلة في موازنة محتاجة أنها تكون أضعاف مضاعفة عن ده عشان تسد احتياجات المصريين. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية.